السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة، اللهم آمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يرحم أستاذنا أبو أنس النجار ويسكنه فسيح جناته، اللهم آمين يا رب العالمين. أخويا مهند الله يبارك فيك، ليك سؤال هنا بتقول: أخي محمد، عندي التدخين للكشف على الخلية، أستخدم إنك أنت ما بتستخدمش التدخين نهائي، وإن النحل عندك ما هوش شرس، وتقول هل أنا على خطأ؟ وهل التدخين له فائدة؟ وما هي فائدة التدخين على النحل؟ أخويا مهند الله يبارك فيك، إحنا بنستخدم التدخين على النحل عند الفحص أو عند مثلا الفرز علشان يعمل هدوء للنحل، تمام؟ لأن النحل أصلا من غريزة النحل لما أنت بتيجي تقرب منه أو تفحص الخلية، النحل بتلاقيه عاوز يدافع عن ممتلكاته، سواء يدافع عن حضانته، يدافع عن العسل، يدافع عن اي شيء داخل الخليه. دي غريزه عند النحل. زي الله يبارك في عمرك مثلا لو انت رايح على بسس او قطط او كلاب او اي شيء، تمام؟ لو رايح من المكان بتاعها هتلاقيها هتعمل لك مشاكل، ربما تعورك، لانك انت رايح لمكانها، للمملكه بتاعتها، لمثلا لاولادها، فهي عاوزه تدافع عن نفسها. كذلك الله يبارك في عمرك نفس الشيء النحل، لما تيجي تفتح خلية مثلا أو تروح مثلا لمنطقة جبلية، تمام، وفيها بعض عشوش النحل، أكيد إن النحل لازم يدافع عن المملكة بتاعته دي أو العش بتاعه أو الخلية بتاعته، تمام، وبالتالي غريزة عند النحل إنه هو يدافع عنها ويهجم عليك، تمام. فإحنا بالتالي لما بنيجي ندخن على الخلايا بنشعر النحل إن دلوقتي ربما يكون في خطر، في مشكلة، فبالتالي النحل الهجوم بتاعه على النحال او على الشخص اللي بيقرب من الخليه بتاعته بيبطل، او نقدر نقول بيكون بسيط، تمام. انت دلوقتي بتقول انك انت ما بتدخنش والنحل بتاعك هادئ، هل ده خطأ؟ لا، مش خطأ، بس كون حريص، كون حريص. طالما نحلك انت بتكشف عليه وبتفحص عليه، تفحص الخلايا، والنحل ما عندوش اسلوب عدائي نحوك، او نقدر نقول ما فيش شراسه عندك، خلاص ده ممتاز، هتدخل ليه؟ تمام. ولكن ارجع اقول لك كن حريص، كن حريص، تمام. حتى لو هتشغل المدخنه وتكون جنبك وما تستخدمهاش، بس تكون جنبك، لان في نقطه لابد التنبيه عليها. لو جت نحله قرصتك مثلا في يدك او في اي منطقه في فيك انت كنحال، مثلا يدك، وجهك، اي شيء، اصبح دلوقتي ان النحله ديت لما بتيجي تقرصك وآلة اللسع تكون في يدك، تمام، طبعا النحله بعد كده خلاص بتموت، ولكن آلة اللسع ديت الماده السم اللي بتفرزها، تمام، بتشعر الخليه كلها ان في خطر جاي على الخليه، بالتالي تلاقي هجوم جاي على يدك او جاي على منطقه اللسع، تمام، لان النحله اللي ضحت بحياتها وقرصتك دي، تمام، هي ادت اشاره لجميع افراد الخليه ان في خطر، تمام، على الخليه دي. فكون حريص من النقطة دي، لما يجي يقرصك نحلة أو اتنين أو تلاتة وآلة اللسع تكون مثلا في يدك أو في أي مكان، والريحة بتاعت السم تبتدي تنتشر، هتلاقي الخلية ابتدت الهجوم يزيد عليك، تمام. فكون حريص في النقطة دي. أنا مش بقول لك استخدم التدخين طالما نحلك هادئ، ولكن خلي التدخين جنبك بجوارك شغال. مش شرط إن أنا أدخن على الخلية، ولكن في أي حاجة لا قدر الله أو في أي أمر يستدعي أدخن في اللحظة دي. بالاخص الله يبارك فيك لما يكون الخليه فيها جيش من النحل، 10 براويز، طابقين، 20 برواز، تمام، في اوقات اللي يكون فيها النحل محضن حضنه، في الاوقات اللي يكون النحل فيها بيجمع رحيق وحبوب لقاح، بيكون عنده شويه شراسه، تمام، في الاوقات اللي يكون النحل مثلا في تغير في اجواء المناخ، سواء منخفض جوي سواء درجات حراره، بيكون برضو كذلك تغير سلوك النحل بيتغير من فتره لفتره، تمام. مشكور يا اخويا مهند الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخويا أبو أحمد الله يبارك في عمرك والله يجزيك الخير. أخويا أبو أحمد بتسأل سؤال هنا فيما يخص الفورميك أسيد، بتقول: ما هو الفيصل الزمني أو الفاصل الزمني ما بين المكافحة والمكافحة الأخرى اللي بعديها؟ أخويا أبو أحمد، هنا يتوقف الموضوع دوت، أو المكافحة تتوقف في دورة العلاج على نسبة الإصابة. نسبة الإصابة عندك لو في حدود 20%، 30%، 50%، أصبح إن الإصابة ديت خطيرة، وبالتالي تاخد دورة مكافحة لمدة 24 يوم. يعني على سبيل المثال كل 6 أيام تدي دورة مكافحة لمدة 4 مرات،
انا 4 مرات هتعمل مكافحة كل 6 ايام مرة، اصبح دلوقتي هيكون عندك 24 يوم، اللي هي نقدر نقول من اول وضع الملكة للبيض حتى موعد خروج الذكور. تمام. وكما نعلم الله يبارك في عمرك ان الفورميك طبعا كده كده ليه تأثير على الفروة داخل العيون الثلاثية. تمام. فان شاء الله انت تاخد دورة، ده لو عندك الاصابة طبعا زي ما انا قلت لك ايه، متوسطة وقوية. طب في حالة انك انت بتكافح مكافحة وقائية، مكافحة وقائية ممكن تكافح مرة واحدة مثلا في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي 17/2022، ممكن تدي دورة مثلا دورة مكافحة يوم 18 يوم 19. تمام. لو انت عندك النحل نضيف ووقائي فقط، للوقاية فقط. تمام. وتيجي مثلا على آخر شهر 10 تقوم عامل دورة كاملة، طبعا يكون خلاص احنا دخلنا على ايه، على الشتاء ان شاء الله. فده زي ما انا قلت لك يتوقف على نسبة الإصابة عندك من الفروة قد ايه. هل انت هتكافح وقائي ولا هتكافح لانك عندك فروة وبنسب داخل الخلية؟ مشكور يا اخويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا اخويا حميد، الله يبارك في عمرك، والله يجزيك الخير، وكل تحياتنا لاهل المغرب، الله يبارك في عمرك. اخويا حميد بتقول انك انت عندك 6 خلايا وبتقول ان فيهم فروة وعاوز تكافح الفروة ولكن مش عاوز تستخدم المبيد. تمام اخويا حميد، الله يبارك في عمرك، ده امر ممتاز عندك، الله يبارك فيك. تقدر تستخدم الاوكزيليك، تقدر تستخدم الفورميك اسيد، تقدر تستخدم السيمول، تقدر تستخدم المنتول، عندك 4 مواد اهو، كل الدكاتره والاساتذه بتنصح بيهم. شوف الماده المتوفره عندك ايه في ال4 مواد دولت. تمام. دولت ال4 مواد دولت ما همش مبيدات وكل بينصح بيهم. شوف الماده المتاحه عندك بيهم من ال4 مواد. تمام. وكافح بيهم ال6 الخلايا اللي عندك دولت، طبعا بالاخص في التوقيت اللي احنا فيه ده. الامر سهل جدا والامر عادي، متاح عندك اوكزليك، متاح عندك فورميك. تمام. اشتغل بالاتنين دول، لو متاح حاجه منهم مش متاح دور على السيمول والمنتول. ولكن نصيحه مني يعني، انك انت تشوف الاوكزليك والفورميك افضل شيء في التوقيت ده، في التوقيت ده. تمام. شوف ماده من المادتين دولت يكون الامر اسهل. طبعا شوف الماده اللي متاحه عندك ايه وبس، قول لي انت عندك ماده متاحه ايه من المواد ديت، وانا اقول لك طريقه الاستخدام ازاي. حتى لو عاوزني اعمل لك فيديو عن طريقه الاستخدام ازاي ما عنديش مشكله. الله يبارك فيك، مشكور اخويا حميد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اخويا، الله يبارك في عمرك. اخويا بتقول انك انت عندك استفسار فيما يخص الفورميك اسيد تركيز 85%. بتقول الجرعه المناسبه او مناسبه للخليه كام من الفورميك اسيد تركيز 85%. اول شيء يا اخويا الله يبارك فيك، في ايدك انك انت تخفف الفورميك اسيد اللي هو عندك ده تركيز 85%، تنزله لتركيز 60 او تركيز 65%. تمام. الامر سهل جدا، الله يبارك في عمرك، انك انت هتضيف 400 مللي ميه على ال1 لتر. يعني هتجيب ال1 لتر من الفورميك اسيد تركيز 85%، تضيف عليه 400 مللي من الميه، اصبح تركيزه دلوقتي هينزل معاك 65. تمام. وما بين ال 60 لما بين 65%، اصبح الجرعه ديت بتكون دايما امن على النحل. تمام. وبالاخص امن كمان على الملكات الكبيره في السن، دي نقطة حطها في الاعتبار، الأمر ما هوش صعب. أصبح بعد ما هتنزل الفورميك أسيد من تركيز 85% إلى تركيز 60، ما بين 60 إلى 65%، يكون إن شاء الله التركيز دوت أأمن بالأخص زي ما أنا بقول لك على الملكات الكبيرة في السن، عشان يكون بس إيه للتنبيه وللمعرفة. أنا عن نفسي شخصيا كل الفورميك اللي أنا بستخدمه في مكافحة الفروة تركيز 65%، دي أول حاجة. تاني حاجة فيما يخص الجرعة في الفورميك أسيد اللي هو تركيز سواء 65% أو تركيز 60%. تمام. الطريقة السريعة اللي هي إحنا بنشتغل عليها على طول دايما، إنك أنت تدي لكل برواز أو كل إطار نحل مغطي من الجهتين بالنحل، تدي له 1.5 مللي من الفورميك أسيد. تمام. في ناس بتطلق عليها 1 سنتي ونص مللي، وفي ناس بتطلق عليها 1.5 سنتي. تمام. عامة هي نفس المسميين واحد، وموجود فيديو على القناة، كذا فيديو موجود على القناة فيما يخص الجرعة بتاعة المكافحة. تمام. فأنا نصيحة منك أنت تنزل التركيز بتاعه من 85 تخليه 65%، ده هيكون عندك أمان كتير على الملكات. تمام. الله يبارك في عمرك، والله يجزيك الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخويا محمد، الله يبارك فيك. أخويا محمد في سؤال هنا، الله يبارك في عمرك، بتقول إن حضرتك إن أنت ما رضيتش عليا، سألتك قبل كده هل
المكافحة فيما يخص الفورميك أسيد لمدة شهر فقط أو على طول شهر 10 و11 و12 و1؟ أخويا محمد، أول شيء أنا بتأسف ليك إن أنا ما رديتش عليك، ولكن يعلم الله أنا رديت عليك، وهبعت لك الرابط اللي رديت لك عليه بالسؤال بالإجابة، تمام؟ ربما أنت ما انتبهتش ليها، ولكن عليك الله يبارك في عمرك إنك أنت تتابع الفيديوهات اللي بتنزل ويكون مكتوب عليها الرد على الأعضاء، تمام؟ دي أول شيء. تاني شيء الله يبارك في عمرك، طبعا فيما يخص السؤال بتاعك، انك انت بتقول انك انت تكافح لمدة شهر فقط ولا تكافح على طول باستمرار، ده يتوقف على نسبة الإصابة عندك بالفروة داخل الخلية، تمام؟ دايما معظم الأوقات اللي بيكون فيها نشاط للنحل، وبالتالي الملكات تضع البيض ويكون في كميات من الحضانة داخل الخلية، بيبقى في وسيلة بانتشار الفروة داخل الخلية، تمام؟ احنا عامة خلينا دلوقتي نتحدث فيما احنا فيه حاليا، في التوقيت اللي احنا فيه، تمام؟ النهارده مثلا 7/10/2022، يعني احنا بنتكلم ربما يكون خلاص على مقربة من شهرين ونشت النحل. لازم يكون نحل في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي نحل نظيف من الفروة، علشان الأجيال اللي هتطلع عندي في الأيام القادمة دي هي اللي هتعبر عندي الشتاء، فما يكونش فيها أي مقربات، أي فيروسات، أي مشاكل، أي فروة، عشان تعبر معايا الشتاء إن شاء الله بسلام حتى الانطلاقة الربيعية، تمام؟ فانت دلوقتي الله يبارك في عمرك هتعمل، تشوف دلوقتي لو عندك الفروه انت شايفها بالعين المجرده، عندك بالعين المجرده شايف فروه داخل الخليه، يبقى في الحاله ديت عندك الاصابه نقدر نقول تحت المتوسطه، ممكن يكون مستفحله حسب الفروه اللي هتشوفها، تمام؟ انا مش عاوز اقول لك اعمل اختبار للفروه، لان ربما يكون الامر صعب عندك، ربما يكون انت مثلا مبتدئ، تمام؟ ولكن اللي انا اقدر انصحك بيه، وحتى كنت تكلمت في الامر ده لسه دلوقتي مع الاخ ابو احمد في السؤال بتاعه، تمام؟ انك انت تعمل دورة مكافحة كل 6 ايام مرة، 4 مرات، يعني 24 يوم، تمام؟ ان شاء الله لو عندك اي فروة داخل الخلية باذن الله هيكون الامر انتهى، ده الحل الاسلم، تمام؟ فده افضل حل، وان شاء الله مع مراعاة الجرعة، تمام؟ الامور هتكون ممتازة باذن الله. بعد ما تعمل دورة المكافحة ديت ان شاء الله هتلاقي النحل نضيف، ما فيش مشكلة بعد كده، ممكن تشتي نحلك بإذن الله بعد كده، تمام؟ ولكن اعمل دورة مكافحة كاملة، ده في حالة ان انت شفت نحلة، شفت فروة بعينك على النحل. الله يبارك فيك يا اخويا، مشكور يا اخويا، حياك الله اخويا محمد، الله يبارك في عمرك. اضافة بسيطة بس، الله يبارك في عمرك، المكافحة الله يجزيك الخير فيما يخص مكافحة الفروة، احنا ما بنعملش مكافحة طول السنة باستمرار، يعني مش كل شهر بنعمل مكافحة. احنا ليه دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي شهر 10 بنتكلم مكافحة مكافحة مكافحة؟ ليه بنتكلم؟ لان احنا داخل علينا شتاء، فالشتاء ان احنا نفتح الخلية ما بنعملش مكافحة في الشتاء، بل بالعكس احنا في الشتاء فقط بنفتح الخلية في الاجواء اللي تكون مشمسة، علشان نشوف هل الخلية فيها مخزون ولا لا، وبنقفل الخلية مباشرة، وربما يكون مثلا الفحص في الشتاء كل 10 ايام، تمام؟ في الانطلاقة الربيعية بنعمل مكافحة للفروة عشان نشاط النحل، الاجيال اللي هتطلع نظيفة، تمام؟ وبعد كده بنخش موسم الحمضيات او المواسم اللي هي موجوده حسب بلدك، الله اعلم بلدك منين، ولكن اللي انا اقصده بنخش موسم واتنين وما بنعملش مكافحه للفروه، لان بيكون النحل خلاص نضيف، تمام؟ انما الفتره اللي احنا فيها حاليا احنا مركزين عليها قوي بان كل يعمل مكافحه، لان ممكن نقعد شهرين او 3 في التشتيه ما نعملش مكافحه خالص، تمام؟ فقط بس هنتاكد من المخزون داخل الخلايا. طبعا للي منظف نحله فين؟ للي منظف نحله في الفتره الحاليه اللي هي فتره الخريف. وصل لك؟ احنا عملية المكافحة ما بنتكلمش عليها كل شهر وكل شهر وكل شهر، لا، انت طالما منظف نحلك مرة ونحلك نظيف 100%، ممكن تقعد على نظافة النحلة ديت من الفروة تقعد بال3 اشهر وبال4 اشهر وبال5 اشهر. انا هديك مثال عن نفسي، انا ما عملت مكافحة في الانطلاقة الربيعية، تمام؟ كان مثلا في حدود شهر 3 ميلادي، ما عملتش مكافحة بعد كده الا في شهر 6، في اواخر شهر 6 20/6 عملت مكافحة، يعني قعدت كام شهر؟ قعدت في معادل 4 5 اشهر من غير ما اعمل مكافحه، تمام؟ لان نحلك نضيف مش محتاج مكافحه. مشكور يا اخويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، الله يجزيكم الخير. اخويا الله يبارك في عمرك، اسمح لنا بالاجابه على السؤال ده. طبعا مشكور الاخ عايش، ولكن انا ليا وجهه نظر في السؤال ده، الله يجزيك الخير، اللي هو انت بتقول في تسمم في النحل، تمام؟ ولكن ما عنديش علم هل التسمم ده عندك في خلية واحدة ولا في مجموعة خلايا. طبعا انت بتتكلم تسمم، اكيد تسمم في المرعى، ده شيء مؤكد يعني.
اخويا الله يبارك في عمرك، انت بناء على التسمم اللي حدث عندك داخل المرعى تمام، وعدد الخلايا اللي حدث لها تسمم، تقدر في اللحظة ديت انك انت تقرر هتعمل ايه. تاني حاجة حط نقطة في الاعتبار مهمة جدا، وهي هل التسمم اللي عندك دوت اللي تم رشه او المبيدات اللي تم رشها في المرعى عندك، هل المدى بتاعها او مفعول التأثير بتاعها هيستمر يومين وتلاتة واربعة وخمسة، ولا هيكون التأثير بتاعها 5 6 ساعات بس؟ تمام. لان اولا الله يبارك في عمرك، انا شايف في موت عندك على باب الخلية او على مدخل الخلية، في موت للنحل. خلاص، هي الكارثة حدثت، واللي حدث حدث، صح ولا لا؟ ولكن دلوقتي احنا عاوزين نطلع باقل خسائر. هل تنقل الخليه او تنقل الخلايا اللي عندك تمام اللي حدث لها تسمم، ولا تخليها في الموقع نفسه؟ ده يتوقف على رش مبيد اللي مرشوش عندك، هل هو مدى السميه بتاعته يستمر مثلا 5 6 ساعات؟ يبقى انت ما تنقلش، خلاص هي الكارثه حدثت وخلاص، وبالتالي تشوف المزارعين اللي هناك عندك في المنطقه وتحاول تنبه عليهم. ولكن لو التأثير بتاعه بتاع السميه هيستمر 3 ايام واسبوع، في الحاله ديت هتعمل زي ما الاخ عايش قال لك، هتنقل نحلك تمام، لان هي في الاصل الكارثه حدثت وحدث تسمم. ولكن احنا بندور على انك انت هل تنقل النحل ولا ما تنقلوش، لان في تسمم ربما يصل مثلا المده بتاعته 5 6 ساعات تمام، بالتالي خلاص اي نحله سرحه راحت على الازهار ديت هي اتضررت ونقدر نقول ماتت بسبب التسمم. ولكن في اليوم الثاني او في اليوم الثالث خلاص مفعول التسمم او مفعول رش المبيدات على الازهار ديت انتهى، فبالتالي هيكون نقلك للنحل ملوش داعي تمام. تاني حاجه الله يبارك في عمرك، وهي الموت اللي احنا شفناه على باب الخليه دي، الموت اللي احنا شفناه على باب الخليه تمام، هل ده خاص بخليه واحده بس تمام وبقيه الخلايا كويسه؟ لو خاص بخليه واحده بس والخلايا الباقيه ما شاء الله كويسه والامور ممتازه، يبقى دوت الحل الوحيد بتاعه، او نقدر نقول ان الخليه ديت استعلمت على مرعى ربما يكون بعيد، ربما يكون في اتجاه اخر تمام، وبالتالي حدث لها تسمم. ممكن يكون التسمم اصلا في داخل الخليه تمام، لان ساعات بنشوف الامر ده، بنشوف مثلا يكون الواحد عنده مرحله 50 خليه 70 خليه، ونيجي كده الصباح نلاقي في خليه فيها كمية موت كبيرة جدا سواء في الداخل أو في الخارج، وبقية المرحلة ممتاز. هنا الموضوع ما هوش مختص بقى بالمرعى القريب، لأن كل النحل بيسرح في دايرة واحدة، ولكن احتمال الخلية دي سرحت في دايرة مختلفة، كان ليها منطقة سروح مختلفة تمام. أنا لأنك أنت ما وضحتش السؤال بتاعك، خلي بالك توضيح كامل، ولكن أنا بديك احتمالات كتير وأنت تقدر تقرر تمام. الله يبارك في عمرك، لما يكون في حالة التسمم ومعظم الموت موت النحل خارج الخلية تمام، وداخل الخلية ربما نقول الموت نسبته تصل ل1% 2% او ضعيف جدا الموت داخل الخلية تمام، بيكون ده اهون من انك انت بتلاقي داخل الخلية وخارج الخلية موت بكميات كبيرة. لان معنى ان الموت موت النحل يكون خارج الخلية، يبقى بحد كبير جدا وبنسبة كبيرة جدا ان التسمم ده ما وصلش لداخل العيون الثلاثية اللي في الخلية، سواء العسل او حبوب اللقاح، وده امر يكون كويس، لان في اللحظة ديت النحال مش محتاج ان هو يطلع البراويز سواء العسل او خبز النحل ان هو يرميها في الخارج، لان لو ملوثة بتلوث او بسموم هيكون كارثة، هيكون مشكلة تمام. فدي برضو اجابتها عندك انت، تقدر تقرر هل في داخل الخلية موت بكميات كبيرة جدا، ولا الامور كلها خارج الخليه فقط. خارج الخليه يبقى انا اقدر دلوقتي ان انا احافظ على البراويز اللي في الداخل دي ما اطلعهاش، ولكن الموت لو في الداخل بكميات كبيره هنا ربما الامر يحتاج انك انت ترفع براويز التغذيه السكريه او براويز العسل وبراويز حبوب اللقاح، لان هيكون فيها تسمم. حياك الله اخويا، الله يبارك في عمرك. ففي كلا الحالات الله يبارك في عمرك، الله يعوض عليك. طبعا انا اديتك اللي عندي، حاول تشوف المعطيات ايه، وان شاء الله الامور تكون بخير، لانك انت طبعا زي ما قلت لك ان السؤال ما هوش كافي، ولكن انا اديتك اللي عندي وان شاء الله هتلاقي الاجابه داخل الكلام ده. الله يبارك فيك. تاني حاجه رقمك اتوقع من العراق، والله الاعلم.
فمقصود الكلام انك انت البلد بتاعتك فيها تشتية، يعني هتشت نحلك، فالله يعوضك على النحل طبعا السارح اللي مات، اللي هو كبير السن او النحل الكبير يعني اللي بيسرح. حاول ان شاء الله بقدر المستطاع تطلع من المنعطف اللي انت فيه ده، او تطلع من الكارثة اللي حدثت عندك دي، علشان بس تقدر تجهز الخلية اللي اصيبت، او ربما يكون اكتر من خلية الله اعلم لانك ما وضحتش، عشان ان شاء الله التشتيت. تمام، تقدمك فرصة دلوقتي في الخريف. عامة الخلية اللي حصل لها تسمم سواء واحدة او اكتر من واحدة، ان شاء الله يعني فاقل مثلا من اسبوع 10 ايام هيبتدي النحل طبعا اللي هو موجود في الخلية اللي هو صغير السن هيبتدي ان شاء الله يعني للخروج للسروح. تمام، وبالتالي انت هيكون هنا دورك انت في اللحظة دي، طبعا لو انت خارج موسم العسل هيكون دورك في اللحظة دي اللي هو التغذية التحفيزية للخلايا دي، عشان تقدر تعمل جيل او اتنين من النحل ان هم ان شاء الله يعبروا معاك التشتيت. لان خلي بالك الاجيال اللي هتكون في الفترة القادمة في الخريف ان شاء الله اللي احنا فيه حاليا دلوقتي، الاجيال اللي جاية سواء الجيل اللي جاي دوت او الجيل اللي بعده، هو ده اللي هيعدي معاك الشتاء. تمام، فلابد انك انت تهتم بالاجيال ديت، لان ده شيء ضروري جدا. ده اللي انا اقدر اقول لك عليه. الله يبارك في عمرك اخويا، مشكور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اخويا ناصر، الله يبارك في عمرك، الله يجزيك الخير. فيما يخص السؤال بتاعك اللي هو بتاع الخليه اللي انت هتعمل لها تقسيمه ديت وهتنزل لها الملكه الملقحه، هو يفضل الله يبارك في عمرك انك تخليها يتيمه، تمام، 24 ساعه بس عشان تشعر باليوم. تمام، وبعد كده تنزل الملكه على الخليه ديت متقفص عليها، تمام، وتقعدها مثلا 24 ساعه كمان متقفص عليها، وبعد كده تفرج عنها، مفيش مشكله يعني. ما تنساش ان انت عامل تقسيمه صغيره، انت طبعا عامل تقسيمه 3 براويز، تقسيمه صغيره، ودوت طبعا دوت الكلام دوت الله يجزيك الخير، علشان نقدر نقول البحرين عندك يعني مفيش تشتيه، فانت سايبها تتقدم براحتها، مفيش مشكله يعني. تمام، فيتمها 24 ساعه التقسيمه دي، وبعد كده نزل لها الملكة متقفص عليها 24 ساعة كمان، ثم افرج عنها، الامور هتلاقيها ممتازة يعني مفيش اي مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا اخويا، الله يبارك في عمرك. اخويا انت بتسأل، الله يبارك فيك، بتقول انك انت عاوز تشتغل فقط على الملكات وتركح الملكات. تمام، بتقول ينفع اشتغل في الموضوع دوت ولا لا؟ ده اول شق من السؤال. الشق الثاني بتقول انك انت سمعت ان في فاص لتلقيح الملكات، تمام، وهل الكلام ده صح ان في اقفاص بيتم وضع فيها الملكات مع بعض الذكور وبيتم التلقيح، ولا ما فيش الكلام دوت؟ ولو فيه عاوز تشوف صوره. اخويا الله يبارك فيك، اول حاجه بالنسبه للشق الاول من السؤال ان هو انت تنفع تشتغل في الملكات بصوره مستمره ولا لا، يتوقف على عوامل. الموضوع ده يتوقف على عوامل. من اهم العوامل الله يبارك فيك يكون انت راجل عندك خبرة في إنتاج الملكات، دي أول حاجة رقم واحد، عشان تنتج ملكة تطلع زي ما بيقولوا عذرة ممتازة، دي رقم واحد. رقم اتنين الله يبارك فيك، لابد إنك أنت عشان تنتج عذارة يكون عندك في الوقت اللي أنت بتنتج فيه العذارة ديت مرعى كويس، عشان الخلايا تكون فيها جيش من النحل، عشان تقدر تربي لك عذارة متغذية غذاء ملكي كويس، ثم يكون عندك ذكور عشان العذارة دي تتلقح. تمام، دي كلها شروط لابد تكون متاحة عندك، لو موجودة عندك خلاص أصبح بالتالي تتوقع الله وتشتغل فيما يخص إيه؟ إنتاج الملكات. طبعا في أوقات مش هينفع تنتج فيها ملكات زي الشتاء زي الصيف اللي بيكون فيه شح مرعى، صعب إنك أنت تنتج ملكات في الأوقات دي. الشق الثاني من السؤال الله يبارك فيك، وهو إنك أنت بتقول في قفاص لتلقيح الملكات، يعني يتم وضع الملكة مع بعض الذكور في قفص ويتم تلقيح الملكة، مفيش. تمام، سمعنا الكلام ده، ولكن دي كلها تجارب فاشلة. ملكة مفروض ان هي تتلقح في الاجواء، دي الفطرة اللي الله سبحانه وتعالى جعل الشيء دوت ان هي تمشي عليه. حياك الله اخويا، الله يبارك في عمرك. فان احنا نلعب في الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق عليها الملكات ان هي تخرج بعد مثلا 4 ايام 5 ايام من الخلية للاستعلام، ثم تطير في الاجواء على ارتفاع مثلا 20 متر 30 متر او 10 متر حتى، والذكور تلحق بالملكة ديت لعملية التلقيح في الاجواء، احنا نخالف الفطرة ديت، ده شيء مخالف اصلا وما يصلحش. تمام، وبعدين النتائج كلها فيما يخص ان حد يحط الملكة في القفص
ومعاها بعض الذكور، دي كلها فاشله، اتت بالفشل يعني. تمام، فانت عندك حل من الاثنين، يا اما تلقيح الطبيعي اللي هو الملكه تخرج في الاجواء تتلقح، او التلقيح الصناعي. تمام، ولكن التلقيح الصناعي تمام ليه بعض العيوب وبعض المميزات، ثم ان عشان تبتدي تشتغل في التلقيح الصناعي اصلا، هل انك انت هتلاقي مردود مادي تمام من عمليه التلقيح الصناعي؟ لان التلقيح الصناعي بيكلفك سواء الجهاز سواء الابره، امور كتير جدا. تمام، فانما حته ان هل يوجد تلقيح للملكيات داخل الاقفاص، ما فيش الشيء ده، ما تمش اثباته اصلا، نقدر نقول سواء عمليا داخل الميدان من احد النحالين اثبت الشيء ده، طبعا انا اتكلم اثبات اتقاني تمام، او سواء الله يبارك في عمرك من الدكاترة او من الاساتذة اثبتوا الشيء دوت تمام كعلوم في النحل يعني، ما تمش اثبات الشيء ده. تمام، فانت عندك حاجة من الاثنين، لا تلقيح طبيعي في الاجواء، لا تلقيح صناعي. تمام، وزي ما انا قلت لك كل حاجة من الاثنين لها مميزاتها ولها سلبياتها. تمام، واللي انت بتشوفه صالح ليك تمام بتشتغل عليه. طبعا اكيد اللي بيكون عنده حيازة نحلية مثلا صغيرة في حدود مثلا 100 خلية تمام، وعاوز مثلا يعمل تقسيمات منها 50-60 خلية، اكيد انه هيلقح تلقيح عادي، تلقيح طبيعي. انما مثلا واحد فاتح محطة ملكات وابتدي مثلا يشتغل في تأصيل وما شابه ذلك، ده ممكن يشتغل في التلقيح الصناعي، لان ده اكيد ربما بيشتغل على حيازة اوسع وعلى مستوى اوسع، واحتمال يكون مثلا هيصدر ملكات، ده وضع تاني. تمام، فالله يبارك في عمرك، ده اللي عندي فيما يخص الموضوع اللي انت اشرت ليه، ولو في اي حاجة انا تحت امرك. مشكور يا اخويا.